Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. اليوم حنعمل لحمه بعجين التركيه والفلسطينيه. دقيق 1 كيلو وسكر ربع كوب ملح نص معلقه صغيره وخميره معلقه صغيره. بنحرك المكونات نوضع الماء ثلاثة كوب أو حسب نوع الدقيق الماء يكون فاتر يعني أو دافئ شوية يعني حرارة الجسم هيك عجناها تتركها ترتاح عشر دقائق نعمل الخلطة بقدونس تقريبا ضمة صغيرة وفلفل حلو واحد وبصل راس كبير وبندورة طماطم ثلاث حبات وتقسم تقريبا نصف راس وصلصة الطماطم معجون الطماطم ربع كوب ودبس الرمان معلقتين وفلفل أسمر معلقة صغيرة ومرق الماجي معلقتين كبار أو أربع مكعبات هو بديل الملح لأنه في يوجد ملح نسكبه على اللحم نص كيلو لحم يكون مدهن اللحم يكون فيه دهون خمسة وعشرين في المية تقريبا دهون لأن الدهون هو اللي بيعمل طعم اللحمة بعجين التركية أساسي أو حسب الزوب بنقطعهم ونتركهم يرتاحوا عشر دقائق بنحمل الفرن 250 درجة مئوية من فوق ومن تحت على العالي نفرد العجنة ونوضع الخليط اللحمة مع الخضار ممكن نعمل أشكال مثل ما احنا حابين هي أصبحت جاهزة على الفرن مثل ما انتم هي كتير كتير روعة وسهلة وبسيطة وطعم لا يقاوم هي تروح على الفلسطينية الطريقة الفلسطينية لحم نص كيلو مفروم مسحوق مرق البودرة دجاج أو عجل معلقتين كبار وسوم خمستاش كرام توم أو نص راس فلفل أسود نص معلقة صغيرة وراس بصل بنحرك جيد وهيك أصبحوا جاهزين بنوضع العجنة بالزيت أي نوع زيت وبنفردها بالإيد وبنوضع خليط الكفتة وهيك أصبح جاهز على الفرن مثل ما انتم شايفين نوضع الرمان تزورونا بوصفة جديدة شكرا كثير لكم اتمنى الاشتراك بالقناة وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه